انت حضرتك بتدور على ايه بالظبط؟ على المفتاح. انت عارف شنط لا والله برافو، بتعرفي تسوقي اهو. بس انا جوه خشب، عايز اعرف حضرتك بقالك قد ايه دلوقتي شغاله في اوبر؟ شهر. ايه اللي حصل في الشهر ده؟ والله في مواقف كتير حصلت لذيذه يعني. قولي لي، بس ما تعرضتش لموقف صعب بصراحه لغايه دلوقتي. الناس يعني، يمكن ميزه اوبر الناس اللي بتركب وال يعني لغايه دلوقتي محترمين جدا، ستات او رجاله. طيب يعني ما فيش راجل في مره ركب عكسك او ضايقك؟ لا لا، مضايقه لا ومعاكسه لا. بالعكس، كان في راجل ركب، فاول ما ركب راح عامل ازاي، هو يوم باين من اوله. فبصيت له وسكت، مش عارفه يعني، غريبه قوي. فقال لي انا من شويه كنت راكب عربيه تاكسي تقريبا، فلقيت الراجل مكلبش قوي في السواق، مكلبش قوي في الدركسيون. بقول له انت لسه بتتعلم السواقه جديد؟ قال له انا بقالي اسبوع بس بسوق. فقال له طب اركب. فنزل وطلب اوبر، فجيت له انا. تمام. اسيب الراجل اركب مع واحد ست؟ فقلت له صدق بالله انا نفسي بتضايق من سواقه الستات. راح ضحك وقال لي بس برافو عليك، خطوه جريئه يعني. بس وعديناها يعني. تمام. لما ست بتطلب اوبر وتلاقي ست هي اللي هتوصلها، بيبقى رد فعلهم ايه؟ تفرح جدا. اه والله، فراحت متصله بيا، فراحت عامله لي ايه ده انت طلعت ست؟ قلت لها تقريبا. فقالت لي طيب، فقالت لجوزها ده طلعت ست فعلا. قال لها طب خلاص، توديكي المكان اللي انت رايحاه وتستناكي وتجيبك تاني لغايه البيت. فكانت مطمنه جدا وقعدت جنبي طبعا، بتقول اول مره اقعد قدام. كانت فرحانه جدا، وبنات كتير ركبت معايا وكانت مبسوطه جدا الحمد لله. يعني الشغل في اوبر عموما مجزي. اه مجزي. طيب تمام. الشغل في اوبر بقى بالنسبه للستات، يعني لو في واحده ست دلوقتي بتتفرج علينا وبتشاور عقلها اجيب عربيه وادخل بيها شغل في اوبر ولا لا، تعمل ده ولا ما تعملوش؟ لا تعمل. تاخد الخطوه بس وتتجرأ وتخلي عندها ثقه في نفسها كده شويه وتبدا. شغل لذيذ على فكره، وانت صاحبه قرار نفسك. والله واللي ما يعجبنيش او استظرف مثلا معايا فاركن العربيه وبخرج او علقه زي عبله كامل عادي خالص. ما عنديش.